إذا مشاهدي شفتي بتحية طيبة جميع المتتبعين والمتتبعات. إذا أخوتي إخواتي كنتواجدوا في مدينة السعيدية عند هذه السيدة، هذه توفى الرجل ديالها هذه يلا شحال أختي 4 أيام ياك 4 أيام الله يصبرهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبيعة الحال كنتمنوا إن شاء الله الخير للجميع. إذا خوتي خواتاتي كنطلب منكم أول حاجة أنكم تبارتاجيو معنا لايف باش هاد السيدة هادي تعرفوا القصة ديالها اللي مؤثرة جدا، يعني بهاد المعنى واللي مهددة أنها غادي تكون في الشارع هي والوليدات ديالها، عندها جوج ديال الوليدات الصغيرة شحال عندها والكبير شحال؟ 5 و7 سنين. نتمنى أنه تبارطاجيو معنا المباشر باش أنه إن شاء الله اليوم تعرفوا القصة ديالها المؤثرة، لأنه الزوج ديالها توفى هادي 4 أيام ويعني والنية وهاديك حسن النية ديالو هي اللي خلاتو أنه يموت بهذا المعنى. أختي أول حاجة احكي لنا فوقاش تزوجتي أنت والزوج ديالك؟ أنا تزوجت في 2014 وتزوجت، مشيت للخنيفرة لمدينة شلوح، ومن تما راجلي جابني لهنايا، عيطلو الشاف ديالو اللي مات هنايا عندهم هو اللي عيطلو وجابو لهنا، وبقينا ساكنين هنايا. مرة نكريو في بيت، مرة نكريو كراج، وهذه أول دار تندخلو ليها، أول دار اللي تنكريوها وتندخلو ليها، كنا تنسكنو غا في كراج. ومن سكننا هنايا راجلي هادي عامين دار القصيدة. نتوما عامين نتوما ساكنين في هاد الدار؟ لا غا شهرين. غا شهرين؟ غا شهرين. دابا الراجل ديالك كان خدام مع شركة ديال البني؟ واه شركة ديال البني. ديال البني. الوقيتة اللي جيتو هنايا؟ ملي جينا السعيدية. جينا لعند هاد الشركة، دخل عند الشركة. شركة شحال خدم معاهم؟ خمس سنين. الوقيتة اللي خدم فيها هو صحيح شحال؟ 3 سنين. 3 سنين كان نورمال، ما وقع له حتى شي حاجة. ما وقع له حتى حاجة، واه. خدامين ساكنين. فوقاش غادي يوقع المشكل؟ شنو وقع له بالضبط؟ داك العام ملي وقع له المشكل كان غادي بالليل وطاح في الروكار نتاع الماء اللي تيكونوا في الارض، ما كانوش مسادينو مزيان، ومن طاح تهرس من هاد الضلعات وطاح له النص لتحت والنص بقى له الفوق، ضرباتو الحديده نتاع الروكار للضلعات، وجابوه غير في الطوموبيل ما عيطوا له لا بيلانس لا حتى حاجه، وجابوه للسبيطار نتاع الحومه وبات ليله كامله ما دارالو حتى حاجه تما، وما شراولو لا دواء لا حتى حاجه. راجلي داوا غا في الدار غا انا اللي شريت له الدواء، حتى الدواء ما داروهلوش. كان مديكلاري هو في لاكاس سوسيال؟ واه كان مديكلاري. طلع شي الميكرو من بعد كي جابوه للديسبونسير؟ جابوه لك للدار؟ جابوه لي للدار. انت موراها شنو درتي؟ انا اللي بقيت تنخدم عليه واحد غا شهرين، بقيت خدامه عليه وتنشري له الدواء، غا الدواء اللي قال لي الفرماسيان تنعطيه له، الطبيب ما ديتولوش. كنت تعطي له الدواء غير من الفرماسيان؟ غير من الفرماسيان، ما كانش عندي باش ندير له لا تلفازه لا راديو لا حتى حاجه. بقيت تنداويه في الدار، حتى الفاص ما قالوا له شريها وما صابش باش يشريها. ما عرفناش واش برا ديك الساعه ولا ما براش، المهم ما صناش من ناكل وخرجي ولا يخدم معاهم. ولا يخدم وفي الوجاع ولا؟ كان مرة تيجيه الوجع، المهم ما تيقدش يهز الثقل، ما تيقدش يتحرك، هو غا عساس بالليل، ما في الخدمة ديالو ما تيخدمش، غا عساس. موراها شحال خدم مورا هذيك الضربة شحال معاك؟ دابا عامين. عامين وكيرجع ما قالهمش اودي عوضوني ولا دفاع ولا غير رجع يخدم وصافي؟ واه غير رجع يخدم، عامين تهرس العيد والعيد هذا مات. شحال كان داير له في الصالة ديالو؟ 300,000 يمكن، أنا والله ما عمري سولتو شحال تيتخلص. جامي دلاف. ما عمري سولت، ما تنسولوش زعما تيجيب لي تناكل وصافي. خدم يعني من بعد خدم عامين وفوقاش ولا رجع له المرض هذيك الضربه؟ نهار العيد الكبير بالضبط طاح في الفراش. شنو هي الاعراض اللي جاته؟ جا كان تيتوجع منها وتيتنخم بزاف، هو من الاول من تهرس كان تيتنخم، داك الوجع تيدير له تنخم، تيتنخم بزاف وما تيقادش الاخر، يعني جالس داير هكا. واخا هكا كان يمشي يخدم؟ واخا هكا كان تيمشي يخدم. والشركه ما شافهاش ما داش الصباح. نهار اللي مشى عندهم قال لهم انا مريض ما بقيتش قاد نخدم صافي تقهر، قالوا له سير تنعس انا نجيبو في بلاصتك واحد اخر. صافي اللي معقلوش عليه. من بعد نهار مرض في العيد شنو وقع لها؟ وقع له مرض يعني وقع كنتي بقيت تنخم خا يجيه الوجع؟ بقى تيجيه الوجع وتيتنخم. ما ديتيش للطبيب؟ ما بغاش، ما عديش باش نديه.
قال لي غتديني للطبيب وغتهزي الكريدي وما عندكش باش تخلصي. ما بغاش ما خلانيش نديه للطبيب حتى النهار اللي مات. جيت لابيلانس عيطت على الجيران جابوا لي لابيلانس بالدرع منه وهزيته وديته للطبيب وغوصلته ومات. تي النفس ما تقدرش تطلعها هاد تشد هنا وما تقدرش تطلع النفس. نهار توفى ديته وصلوا للسبيطار. اه ديته للسبيطار ومات في الجو حس الجو هذه 4 ايام. اه هذه 4 ايام نهار الثلاثاء. من بعد رجعتي عند الشركه؟ اتنصوني على الشاف ديالو في الاول. احكي لي كاع بالضبط. نهار الثاني اللي مات صونيت عليه في الاول قال لي ما تتسالي حتى شي حاجه يعني خصك يعني لا بغات هي تعوضني الشركه غتعطيني زعما تصدق عليا يعني راجلي ما تيسالش. وفي التالي قطع لي التليفون بلوكاني ما بقاش يجاوبني كاع. تنصوني عليه دابا ما تيجاوبنيش نهائيا. صحابو اللي خدامين معاه جاوا ما جا حتى واحد. لا شي فان ما جا حتى واحد. حتى واحد ما سول عليا انا غير الجيران هما اللي داروا لي صداقه. الجيران هما اللي داروا لي كلشي حتى الحوايج ديال الدار الجيران اللي جابوهم لي انا ما عندي حتى حاجه. دابا انت شنو باش تطالب؟ تنطالب بغيت غير شي حاجه نغنستقر فيها انا ولادي غير ما نخرجش للشارع. بغيت شي حاجه بغيت غير فراش ولادي فين ينعسوا. بغيت والو ولادي غادي يعاودي ما عندي ولدي مريض. ولادي غادي يعاودي بجوجهم باش مرضوش. ولدي ما عرفش واش عنده التوحد وما عرفش شنو عنده ما تيقبلليش الناس. كل عايشه معها انا وهو ما يبغيش ما يجلسش مع الناس. ما تيجلسش مع الناس ما تيهضرش. قريتو هاد العام تيمشي غير تيحضر مع الدراري وصافي ما تيعرف حتى حاجه. فهمت. ما ديه ما حاوليش دير الطبيب ولا تا هو بحال. ما عنديش باش نتحرك انا وياه كاع. فهمت. انت العائله ديالك فين؟ العائله ديالي في قريه بو محمد من فاس ليه. فاس ليه. العائله ديالك واش واش اخبارهم؟ العائله نتاع الزوج ديالك عنده العائله ولا؟ عنده عائلته في اخبارهم. اخبارهم جاو حضروا الجنازه؟ جاو مشاو. فهمت. تاهما عائله على قد الحال. العائله ديالك حتى انت؟ العائله ديالي هما معايا تاهما غدراوش. فهمت. بو غاتيسعى باش يوكل باش عيشنا بو كان غاتيسعى من الكلاس صافي فهمت. دابا انت شنو 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 راكي محتاجه انت وليدات ديالك؟ شنو الحوايج اللي خاصينك؟ ما عندي حتى حاجه. عندي غير الثلاجه والفران. ما عندي حتى حاجه. بغيت غير هاد الجهده جبتو لها النهار اللي جاو الناس. فهمت. هاد الفراش هذا ماشي ديالك؟ ماشي ديال هاد المراه هاك. هي اللي دابا انت ساكنه الفوق هي اللي كاريه هاد المسكين. يعني هي اللي راه واقفه معاك؟ هي اللي واقفه معاك. فهمت. دابا انت واش خصك لي يخلص لك الكريه ولا خصك فين تسكني ولا خصك الفراش باش الناس تعرف؟ فهمتي. بغيت غير فين نعيش لي يخلصوا لي الكريه ولا يدوا لي فين نسكن. المهم غا يعاونوني. خدمه واخا الخدمه المهم نخدم على وليداتي. المهم نعيش وليداتي وما نخرجهمش للزنقه. فهمت. ما جاتكش الفكره تولي عند العائله ديالك تما الفاس ولا؟ ما عنديش فين ندي وليداتي. ما ضروري خصك تربيهم حداك هنايا. ما عنديش فين غنديرهم تما غيتقرفصو كثر. فهمت. ولفتي هنا في السعودية؟ ولفت في السعودية وراجلي هو اللي جاب لي هنا. فهمت. يعني بقيت عليك تزوجتو وجيتو هنا مباشر؟ لا سكنا عامين. سكنت 3 سنين في سكنة قلموز. قلموز فين جاي قلموز؟ في الشلوخ في نفرة. في نفرة يعني كان خدام في شي شانطي تما؟ لا هو في نفرة. ساكن في كنساكن في عروبية. هو ولد تما. هو عائلته تما. فهمت. يعني انت خاصك فين تسكني يتكلف بك الكريه ولا حتى اللي يدبر عليك شي خدمه يعاونك في المصروف وداك الشيء ياك؟ صافي. اذا مشاهدي شوف تي في كما سمعتوا معنا القصه المؤثره ديال هذا الاخت اللي يلاه الراجل ديالها توفى هذه يلاه 3 ايام بسبب الاهمال. يعني الشركه اللي كان خدام معها ما تسوقولوش طاح في الرودار كما كتسمعوا. ما تسوقوا له ما داوها فيه ما داروا ما داوه الطبيب ما داوه ومن بعد رجع السيد مريض وخدمينه هكاك. يعني هذا الشيء هذا مو محادثه شغل. هذه يعني السيد كان خدام عندهم انهم مو لاسيرونس مجموعه نتاع الامور. نتمنوا بعدا اول حاجه الا كان شي واحد مداوي الاختصاص لانه تصبح السيده قدر يعاونها بالك يعوضوا هذاك السيد هذاك.
ونتمنوا انه تبارطاجيو معنا هذا المباشر حتى اللي ما قدرش يعاونها قبل البارطاج. وتحيه طيبه لكم وشكرا جزيلا على التتبع.